ما تقولي له يعمل ايه؟ ايه ده؟ انت ازاي تدخلي من غير اذني؟ اعتبرني زي الخدامه، ولا انت باب اوضتك ده ما بيتفتحش غير للخدامين؟ كاميليا! انا اتحملت الكتير، مش هتحمل اي كلمه تانيه، فاهمه؟ تتحمل ايه ولا تسمح بيه اصلا؟ انت ازاي اصلا تاخد راي خدامه زي دي فيا انا؟ انت اتجننت؟ قلبك ده بقى زي عينيك ما بيشوفش؟ ما بتحسش؟ طيب بره، طيب بره، بقولك اطلع بره. طبعا ما انت لازم تعمل كده، انت اصلك واحد رمرام. طيب بره. الحمد لله انا هخلص منك. طيب بره. انا ما كنتش مصدق كلام الناس، بس طلع كلام الناس كله حقيقه. انت اللي قتلت مراتك يا ماما. يا قاتل يا ماما. في طيب بره. في ايه؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ طلع بره يا ماما. خلاص ايه في ايه؟ ايه يا عمي؟ واخد الخدامه في حضنه عامل معاها علاقه. خدامه بس. انت خدامه بس يا حبيبي. انا مش هستحمل كل اللي بيعمله معايا ده. انا مش قادره. دلوقتي روح روح دلوقتي. في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ دي خدامه يا بابا. خدامه. ولا اتأخرت ولا حاجة، على ما مش عرفت أجيلك. يا لهوي سانشاين اون ذا نايت. بصراحة بقى انت ايديك تقيلة قوي. ولا تقيلة ولا حاجة، انت زودتها خالص. هو كان هياخد باله، كنت عايزني اعمل ايه؟ سيبك انت، عليا النعمة انت منورة الدنيا. انا بصراحة متفائل بيكي جدا جدا. بص بقى، انا عايزك تاخدي راحتك خالص، تنتشري في الشقة كده، شقة شرحة وبرحة هتعجبك قوي. عندي هنا بقى في الاوضه دي سرير خشب زان، انما ايه اصلي، يريح الجته ويرم العظم كده ويخليك تحلمي احلام ما حصلتش. اه والله. ما تيجي بقى. يا حسني لسه بدري على الكلام ده. لا بدري ولا حاجه. معلش ما نسيت ضيفك. تشربي ايه، حشيش ولا بيره؟ بيره. فعلا بيره مشروب العصر. اتفضلي. أسد حبيبتي. ما تقولي بقى بصراحة ومن غير لف ولا دوران. هلف وادور عليكي ليه؟ أنا ماليش في الكلام ده. على فكرة بقى، كل الناس فاهماني غلط. أنا الوحيد اللي في العالم ده اللي ماشي دغري. يعني مثلا لما عوز حاجة أعملها على طول. مثلا هو أنا ما جبتش معاكي من الآخر وقلت لك يلا على الشقه؟ ما قلتلكش ام عيانه تعالي زوريها، ولا ابويا في الجيش، صح؟ عمرك شفتي صدق اكتر من كده؟ لا خالص. بس انا عايز اعرف هي عاليه دي تقرب لك ايه؟ بنت عمي. اصل انا جدي كان نسوانجي، وانا بقى طالع له كل شويه يتجوز ويطلق، يتجوز ويطلق، بقى ليا في كل حته بنت عم، بنت خال، كده يعني منتشرين. بس قولي لي انت ايه علاقتك بإيهاب؟ إياب، انت عرفتيه ازاي؟ ايه اللي بينك وبينه؟ ما تقولي انتوا عايزين ايه بالظبط، وانت بالذات ناوي على ايه، وانا معاك. شوفي الدنيا دي ملهاش امان، لا اب نافع ولا اخ نافع ولا ابن عم نافع. الحاجه الوحيده اللي نافعه هي الفلوس. يعني ايه؟ يعني انا لا يهمني عاليه ولا يهمني غيرها، انا كل يهمني الفلوس. عايز اطلع من هنا، وانت والباشا بتاعك هوب خلاص هتعملوا عمليه جديده، وانا عايز اعرف هي ايه وابقى معاكم. بس عاليه دي مش هتسقط لك عشان خاطر صاحبتها. سيبك من عاليه دي. عاليه دي احطها في جيبي. عارف عارف انا جيت لك هنا ليه؟ عشان انا عارفه ان انت ذكي، مش هتستغبى عليا، مش هتلف وتدور. بس انا مش هقول لك على حاجه خالص لحد ما تثبت لي ان انت مش هتلعب من ورايا. وانا اثبت ده ازاي بقى؟ أنا هبقول لك تثبت ده ازاي. ألف سلام عليك. ألف سلام. ألف سلام. القهوة بتاعتي بسرعة.
شكلك تعبان. ما نمتش كويس طول الليل. ألف سلامة عليكي. أنا عارفة إن السهرة امبارح كانت متعبة، بس حبيت أجي أقول لك أسفة لو كان حزني ضايقك. معلش، هو على طول كده زنان، أصله طول عمره بيموت في الستات الحلوة. حصل خير، بس أنا كنت طول الليل بهدي إيهاب وأقول له إن اللي حصل ده ما يستدعيش خالص اللي هو عمله، بس أنا كان لازم أوقفه عند حده عشان ما يسوقش فيها. وأكيد طبعاً إيهاب ما سابكيش. لا خالص، ده هو روح بسرعة عشان خاطر كان وراه ميعاد مهم جدا. هو حسني ما كلمكيش؟ لا. ولا انت كلمتيه؟ هو انا اكلمه ليه؟ على العموم هو باعت لك معايا هديه ومستني تكلميه عشان تقولي له رايك ايه. عن اذنك. ساعة على مين يا بنت؟ ده انا صايع ساعة متكلفة. ده انا هنسى اشرب شعري بس ب 250 جنيه عند الصغير. لا والله؟ اه والله، اصل الكبير بيعمله ب 400، قلت العملية مش مستاهلة بقى، خليها عند الصغير. خرابي على دي بلد. كاميليا، انا اول ما صحيت من النوم قلت لازم اجي اشوفك. ايه؟ عجبتك الهدية؟ انت واحد سافل. ده ليا الشرف. وبعدين الدنيا دي ما تسعش غير واحد سافل، واحد حاقد، واحد شرير. على فكرة أنا عملت لك ألبوم سوا، أنا عارفة إن أنتي بتحبي تحتفظي بالحاجات دي أوي، مش كده؟ وسيم باشا! وسيم باشا! إيه يا باشا؟ شفت بقى؟ عرفت بقى إن أنا اتظبط عليها ساعة الجامعة؟ أنا زعلان منك بصراحة. زعلان مني أنا؟ ليه بس؟ يا باشا أنا هقعد أدور عليك وأجري وراك عشان أشوفك ولا إيه؟ إحنا مش صحاب يا برنس. تعالى يا حسن، تعالى. إيه الشياكة دي؟ أكيد سينيهات بقى وماركات ومقضية. ما هو انت لو تقولي لنا انت واللهبه اللي ماشيه ورا ده بتعملوا ايه؟ كانت كل حاجه اتحلت ومشيت تمام. انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا هيني اتجننت ولا ايه؟ يا اخي بتوديني وتجيبني هتجنن؟ يعني مش كنت نزلتك وخلصت كان بقى احسن؟ أنا بعيني اتجننت، أنا سلبني. يعني يا ترى دلوقتي هو هيقول عليا إيه؟ مش عارفة، هشوفه تاني ولا خلاص كده مش هيبقى موجود في حياتي. يا رب يا رب، ليه؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ ليه كل ما حاجة حلوة تحصل في حياتي تتاخد مني؟ ليه يا رب؟ ليه؟ هو أنا إيه؟ مش عارفة، يعني هفضل كده في الدنيا؟